إلى تغريدة خالد واللي كتبها عن عمل فني في بينالي الدرعية، 20 طاولة مدرسية، أجمل عمل في بينالي الدرعية. صراحة فعلا هو أجمل عمل وشدتني الفكرة كثير، يعني جاني إحساس أن كل ماصة في هذا العمل هو تاريخ جلس عليها مئات أو آلاف الطلاب، كانت شاهدة أيضا على آلاف الحكايات بين الطلاب في المدرسة. العمل مميز لدرجة أنه ياخذ خيالك لمساحات لا تنتهي أبدا. برافو صراحة على صاحب هذا العمل، وشكرا أكيد لخالد اللي نقل لنا هذا العمل عبر حسابه في تويتر. وإلى